مرحبا. هسا هذا الفيلم الثالث. قال لي هنا عنده فتشمطير هايني. قال لي عنده هنا فتشمطير قبل اسبوع جبت له اياه طبعا يوم 14 قد 14/7/2018 ها جبت له اياه من السويد طلعت قبل شهر تقريبا هاي بسفرتي هاي الاخيره جبت ان طلعت من فنلندا للسويد من السويد جبت من فايز جبت تقريبا 20 طير جبت واخذت مئذن اخذت مئذن الالماني قسم وقسم الايطالي اخذت مئذن العماده اخذت مئذن العماده ابو موسى ها عيني وهذا البرج علي هذين مو هذين الثمانيه جبتهن وهذين الثمانيه جبتهن ما شاء الله وهذا البرج كلش عالي علي هذا البرج مالك تمام مضبوط ابو حسين ها كلفك هذا ها ابو حسين لزق هذا حاطه مو هيك ها بعد يراد ترتيبات بعد يراد ها صحون هاي مرتبه حتى شوف اي خانات ها هاي هنا يوقف الطيارة ها اي شلون برج برج مرتب برج مرتب ما شاء الله ديواني علي ماليها براجة للسطح سطح ماليها براجة ما شاء الله هنا همين اكو عنده طيور هم ذني لزق هذني وذني نثايا عازلين همينه شوفون ذني نثايا حمر عازلين على صفحة يعني عرفت شلون هايني هايني والدنيا صارت الغروب وهاي الشكرية شكري فحل وهاي الصفرة ذني جبتهم من فائز وذني المكعكلات حلوات الصفرة ابو حسين وهذا الاغار شوفوا الاغار شوفوا عيني ذاك الاسمر ابرص ها ادغس ها طبعا وهذا اني ايش قال هذني اللي طلعتن عليه بالقفص هذني يطيرن هذني يطيرن تقريبا 40 40 بيهن تقريبا أيه اه بدرنقات مو نياشي مالتن عندي بيهن واحد بدرنق اي عشان وشعل بيهن وشعل بيهن ها ها آه. طبعا طلعناه قبل شوي بالقفص هنا يعني هنا صعبه ماكو طيور تعرفونها اي آه. اي صعبه الطيور يعني اي احنا الزق مالتنا انا زق اخونا طبعا هنا باذن بيلونا ما حد ما عنده حمر غير بس علي اي ماكو وعلي هو سوى هالبراجه هذا هو وطير كاثرهن يعني طبعا جبت له انا جبت له اخوه من جاب له قبل جبنا له من السويد ومن المانيا جبنا له من جماعتنا ها عيني هذني بيهن محجلات صايل ولا خلينا نصور الهمينة محجلات انكشن ها اخويا يلا راحن راحن والله يركضن هاي بورمن ها الغروبي الغروبي لا لا صعد يوقع ينكسر مكسور اصعد على هذا طبعا صارت المغربيه هسه ها ما نقدر نصور الظهريه الظهريه حاره يعني يصير زاد نلعب قاعد اي الجو حار الجو حار اي والله عمي ما شاء الله يرقضن ابو حسين اي طير اي رقضن وهذين لزق مو خالهن علي ثاني من خالهن لزق هذيني هذا فيلم الثالث 14/7/2018 جني الحمر احلى شيء بالاحمر شوفوا البرمه مالته احنا اهل بغداد نصير نقول يبرمن يلون ها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هاي بأثينا اليونان العاصمة عيني يم علي أبو حسين لقب ديوانية علي ها أبو حسين حبيبي هو عندنا من بالعراق عده هواية طول ما شاء الله الأدريبيان فوق 100 مو عندك بالعراق مو علي ايه شلون سطح ما شاء الله كبير شلون دشر مسوي لهم
اللي ما ينزل الا عند الشر مالته مو قدام عينك راح اشوفه اي ما حد لا منا ولا منا مكانهم يعرفون اي كين هنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يرادلين تعب مو ابو حسين طيور يراد لهم دارا يراد لهم دارا يراد لهم صارت المغربية شوفها شلون الشعر طلعت حلوة صدق الشعر الاحمر ذني حلوة ذني اخواتي انا عندي اربعة بس شوف هذا التصوير صار احسن يعني شمس غابت تصور ها عيني وذني الحمر ها تفتحين طلع عيني طلعان جعفر ايه لا عذني شيء واحد وذني الحمر حطين شلون براجع عيني علي تبيع من اذن مو هذا خبروك علي هنا طيور ماكو بليون ماكو بليون ومن جعفر يقدر ياخذ لي وين ما يريد يريد طيور على وهاي البراجة والله والله عمي تعبان علينا ابو حسين والله عمي تعبان عليهن شلون سطح كبير طابق رابع تقريبا سطح كبير وبرج برجين ثلاثة أربعة خمسة وهذا عاد الأربعة براجة وهذني الحمر وهذني الحمر عيني هذا برجها مين للزق برج تمام محتاط تمام وذني غلبيت المحجلات الحمر ذني غلبيت المحجلات لا حد لي يقولي الأحمر المحجل ما يطير لا الأحمر المحجل يطير ذني الحمر غلبيت المحجلات ويطيرن وها قدامكم طيرناهن لأن أكو جماعة بأوروبا جاي يقولوا إن الأحمر المحجل ما يطير زين ذني شو شلون طارن ذني مالات علي يلا تحياتي لكم وياكم اخوكم رحال هاروني هاي المرة من اثينا مثل ما نزلنا قبل سنتين ديوانية علينا مطيرشي مال اثينا وجابر القضماوي ورحال هاروني واي واحد يريد يطير هذا يتصل بيه بعيني اقدر اخدمه تجيب له يتدلل مثل ما جبت العماد وجبت الابو امير وجبت الغيرهم بايطاليا وبالمانيا يلا 14/7/2018 باي